طبعا هلا خلصنا عقد الذرة وسلمناه ونسيت افرجيكم. سوري نيسا. طبعا في هون حاطين عقد ثاني انه هو نشتغل بالجريس. طبعا قلت لكم راح امسك لكم عقد ثاني فراح ندور. طبعا مثل ما شفت في هذا عقد يعني شفت اوت يعني مثل القط مثل الفاصوليا مثل مثل الشعير مثل القمح مثل اي شيء. هون نرش سماد. هذا العقد بدنا نرش له سماد، مع انه السماد عقودهم كتير كويسة واجورهم كتير فخمة، وخصوصا عندي ماكينات كتير، يعني عندي ماكينات السماد فممكن استفيد منها واشتغل عليها بشكل جدا كبير. بس ما بدي امسك ولا شيء للسماد عشانكم، فرح اخذ الجريس. طبعا في هذا رقم 30 وفي هذا رقم 3. طبعا عدد الماكينات 1 2 3 وفي 5 ماكينات تانية رح تشوفوها هلا بالكرج رح تاخذهم. بس انا ارض 3 ولا 5 ولا 30؟ 30 هاي وثلاثة هي. طبعا اثنيناتهم مثل بعض تقريبا، بس راح اخذ ثلاثة لأن قريبة من الشوب ما بدها توجع راسي بالروحة وجاي على الكراج. فراح ناخذ رقم 30 مع الايتمات. طبعا مع انه عندي انا ماكينات بس راح اخذ مع الايتمات. طيب خلينا هلا نروح شوف في عندنا ماكينات. وات ذا فوك، شو هدول؟ والله هي بعرف يعني ايش، وهي يمكن، وهي بعرف يعني ايش، بس هي بشان ايش وهي بشان ايش. طيب خلينا ايوه الله. هو بالاول لازم نحن نحصد، اول شي لازم نفلحه بهدول الماكينات وبعدين نشتغل بوحده وحده من هدول. بس هون ما بعرف بطول لكم، هلا راح نجرب وحده وحده. اول شي لازم نفرشه بهاي وبعدين بهاي، ومثل ما يقول نحلقه. بعدين هدول الماكينات اتوقع يجمعوه، وحدة تسوي لونه اسود وهيك تغير لونه، والتانية بدها تسوي شو اسمه، والتانية بدها تجمعه بالنص خط. بعدين بتيجي التالتة اللي هي بدها بعد ما انت تجمع وتسوي هذا الاشي كله، بدك تيجي التالتة اللي راح تكون شغلتها شلون ضلك اياها، راح تكون شغلتها تسوي بقوالب. بعدين بتيجي الماكينة الأخيرة اللي هي بتلم القوالب كلياتها. والله عقد طويل يا زلمة. هذا لحد هذا لحاله بده يكون فيديو لعوالي يا زلمه. طيب طبعا انا شغل عامل بلكي يشتغل معي. والله اشتغل منيح، نايس نايس اشتغل، فقط اشتغل ما بدي اضيع. طيب خلينا ننزل نفتح هاي، فقط انه العامل يشتغل. تعال والله يشتغل، اتوقع انه يشتغل. والله الارض نقدر نشتغل منها، نطلع منها براوي زرقاء بتفيدني لي صراحة اكثر يعني. طيب خلينا ننزل هاي. طبعا هون في حلو، وهاي حلو. ولا نقول له امشي بشكل مستقيم. طبعا هون عبي لي هاي الارض ما الك، خارج الصلاحية. طيب خلينا نعرف وين الشغل رح يصير. ايوه حلو، من هون من هون ودير كت. طبعا شايفين تو شلون، طبعا بلكي اقدر اتعامل. والله نايس قدر العمل يشتغل. طب بانه هيك الوقت هذا انا رح استفيد من الوقت، رح اخذ واحد من تراكتوراتي، ما رح اضيع وقت. لا ناخذ الضخم. شفتوا بي كم شغل. طب ناخذ هاد لانه التراكتور هنيك عم يشتغل سلامه. بس اني قبل عجب والله نسيت ومالي عرفان. مو نسيت. طيب خلينا نضل ماضي معنا هاي ونضل رايحين. فاتوقع اتوقع ها حسب ما انا اتوقع انه راح يكون الشغل بالدور، اشتغل ماكينه ماكينه واخذها. اتوقع لازم ناخذ هلا اللي بعدها هي هي التجميل بناته. هاي لازم نجرب هاي نشوف الشغلة بالاول. والله فكش الماكينة ما اضخمها ايش تسوي هاي. طب نحط عامل هون يبين معنا ايش راح يكون شغله دوره. ولوم شو هاد، تجميعه. فهمت 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 تماما فهمت فهمت. وقف معناته شغلة اخر شي يا باشا. انا سويت هاي، هي شغلتها انه مشان ما يضل بتعذب فيه وقت اشتغل بالماكينة الاخيرة فبتحطه بنفس السعر هيك اتوقع يعني. وجوز هو لازم انا بشتغل بهي بعدين بشتغل بهذيك. بس طول بالك هذيك شغلتها والله ماني مخربط انا لو مرتبين في غلط. طول بالك طارت اللوحة.
دي ما بين اثنين لوحة. طيب خلينا ناخذ هي، لو دول اثنين بعرف الاجنبي اللي عندي من هون، بس هي بالنص بعرف. خلينا نشوف شغلتها. اتوقع هي انه هي تمسك العشب تقلبه، اتوقع ذلك. مش متاكد، فهتجد شكل كل تركتورات يجيبها لون. يلا عادي مشان نخلص من العقد، نخلص منه بسرعه. كل الارض ولا مو عارف له. طيب خلينا نجرب، نزل شغل شوفوا. شفتوا؟ والله انا عرفت، شفتوا شلون صار يتغير لونه؟ هاي الماكينة الثالثة، ثانية عفوا. طبعا انا راح اوقفه شوي، خلي يكون بيناتهم فاصل زمني منيح. هاي تعرفوا بشان ايش؟ هلا بشوف شو هيطلع معنا. بس لا راح تطلع طبلية نفس الشيء، شلون هيك؟ طيب نترك نشوف شو راح يصير معنا بالاخير. يعني شو الهدف مش عارف، بس يعني هي بتشتغل على وضع اثنين، بتشتغل على وضع واحدة، بس بدي اعرف. الحلو انه عرفان حدود الارض وعم يشتغل الزلمة. تمام، طب خلينا نروح على غير تركتور من تركتوراتي اخذه. وين ازرق؟ ازرق هون، ازرق هذا هو. طيب الازرق ايش حتكون شغلته؟ مع انه ايش حاطين تقال حديد ما فهمت، ما لهاي دور بأي اشي. تمام هلا راح نروح نركب الماكينة الثالثة اللي هلا جبت حطيتها، خلي يبلش ياخذوا يزتوا على الجنب. تمام بس لازم نستنى شوي وقت، لانه هاي شغلتها حتكون سريعة جدا. يجوز ما يشتغل عليها عامل ما، طبعا هو لازم يضل يتاخد هيك، يتاخد. لا ما يصير يتاخد، لازم يصير خطوط عشان تشتغل بهي الماكينة. يعني هون ابشع شي بتحريك هاي اللي بتفتل حواليك من كل الاتجاهات سوا. ما يشتغل هي، انا اجبر اشغلها. هي ابشع شي. طبعا هون انك تحكم حالك اصعب شي، حسب التوقف غير معروف. طيب خلص روح امشي، بس لازم نمشي بشكل مستقيم. ليش هذا لو من ورا ما انفت؟ وليه عم بكب من ورا؟ بطل يكب ثاني، صار شغله رسمي. طبعا هو لازم انا بتحكم بالكبة هيك، انا اذكر او هيك المفروض يكون. على فكرة انا هسه عم بشتغل على حرف الارض، اذا شايفين خط الاخضر وشايف عقد تبع العشب انفع وهيك امتع من عقد تبع ذاك اللي مسكته جد، يعني حاسس فيه شغل اكتر. حلو وصل الوقت يا مجنون، سلام. يا الله بس لانه غلط اركب بدل الراكب، طولي بالك انت، وقف سيب كل هاي، خلي كمل شوفير هذاك وبعدين ارجع افتح. طول بالك. تمام خليه يروح. طب خلينا نمنحه دقيقة من الوقت يروح قدامنا، أنا فكرته خلص لنص الأرض مخلصة. تمام رجع افتح، هذا خلص. طايع روحي تمام يا روحي، صف لي هاي الآلية الأولى هون. أنا كمان هاي انكبها هنيك، بس ايش راح تطلع شكلها ما عرفت أنا. يعني جريس كان من دون ما نستخدم اي مكان ممكن طالع الجريس او بالات الجريس يعني، بس ايش هالبلد اطلع ما يعرف. تمام خلينا يعني نجيبها هيون زتها. طبعا ليش انا اختاريت هيك التراكتورات ترتبتهم؟ لان يعني تراكتوري اقوى من تراكتورهم، فراح يكون اسرع، وهي بدها تضغط كتير على التراكتور، عرفت شلون؟ فنحن نحتاج السرعة بشكل جدا كبير، فلهذا السبب. طبعا امشي قرب ارجع رني ولا اختنا، ما نقدر نقول له فول مي، ما طلع يا فول مي، ما طلع يا فول مي. اوقف كنترول اف. طبعا هون في عنا حل، طول بالك. اوقف اوقف، خلينا نفتح له اياها هذا الشوفير. بفتح شبنا انا عشان صوره، فخلينا نوقف هون اول شيء. وطبعا نبيع اول حمل، طبعا انا راح نباع معي اول حمل اكيد. اوش تعي وان، ايش بك ايش بك؟ هدي مين يضربك طاير ليش؟ صار الطرف الثاني. لا انا بدي اياك من اليسار، مو يا حبيبي
4 امتار ونص. تمام كمل. ظبط العقد، ظبط الشغل الرسمي. والله مسكها، ما خلى شيء يضيع. والله خرافي. شايفين شلون ماشيين وراي؟ طبعا كل هذا انت تحتاجه بس في مود اسمه فول مي، تستخدمه وبتمشي على هذا النظام. بس كلمة هون عليك، ما شاء الله طاير طيران. او التراكتور الثاني طبعا انا بدي كمان بعده نص متر ثاني عشان يصير على الخط نظامي. 5 امتار اتوقع هيك صار ممتاز. طبعا قوة التراكتور لأنه في طلوع ما بيقدر يمشي. بس اوكي طبعا بقدر كمان ازيد المسافة، خلي 50 متر بيني وبينك. في متر يكفي؟ تسعة 20%. ليش؟ It's a problem. اوقف اوقف اوقف، خلاص انا ما تطاش قلب. ايش بدك تضل تداحم؟ تعال تعال تمشي معي، خلينا نروح نوديك ونرجع. طبعا راح اروح ابيع هاي الوجبة وارجع في وجبة ثانية اكيد راح تطلع معنا، راح يطلع لنا ارباح اكيد. بس التراكتور هذاك مو لاحقني. تمام هلا بوقفه بالطريق، اقول له خليه يكون. انتظرني انتظرني، تقريبا راح يوصل المزرعة. انا شفت وصل المزرعة، راح بس له شفت اتش عشان اخليه يوقف. شفت اتش ستوب. راح نفتح هاي الحقيبة. شوف شوف شنو لازم تصف. مين بالمية ايش كم طبلي بده؟ تقسيم 4 بيطلع معنا كم طبلي بدنا بيعجب له. يعني نحسب حسابنا، 30 تقسيم 4 15. والله مصيبة تركيات البطيخة. 7.5. 7.5 معناته بده 7. إذا نضل بده 7 طبالي بيكون عقد خالص صح؟ طبعا 40% ضل 7 طبالي، 7 طبالي وخالصين. طبعا أنا راح آخذ أكثر من 7، واللي أشوفه راح يضل معي بالسيارة زيادة راح أزته عندي بالمزرعة وأجيبه معي لهون أبيعه. لازم نشغل مخنع يا راجل، يا راجل لازم نشغل مخنع حتى نستفيد. يعني من هون طونين حنطة، من هون طونين عدس، من هون طونين فريكة، لمينا تحويشة القمر. يعني ربحنا من الشغل كله أساسا. السرقة حلت. طبعا هاي بتضمن احدى من هاي. والله الأرض حلوة، ايش رأيها؟ لازم نحطها عليها. ما هي كبيرة وما تعذب، يعني ممكن نستثمرها بشكل صحيح. طيب قد ضل بدنا لنا 7؟ تمام طيب فيها 3 تقريبا. والله يطلع فيها اكثر. في نيك واحدة صحيح، ذكرتني اروح اجيبها كمان وخليها ديك اخر شي.
الله قربون نسلم العقد وهيك نكون خلصنا الفيديو ان شاء الله. بس خلينا نسلمه، بس بجد يعني نصبنا كثير، ما حاسس بالنصب. اوه نصبت كثير، اشوف 4000 قيمة العقد ايش قد، 5000، فلازم يكون وصل معي 9000، 9400 تقريبا، 9400 9500 هيك شي. بس انا اتوقع محظوظ، قابليات اللي عندي اياهم، انا تركت 4، كل وحدة ب 800، 3200 قد اجرت العقد كله. الله العظيم، شوفوا هاي حق الوحدة بينها، هاي هون 150 عفوا، يعني نفس الشي. ليه ما راح ارجع فيها؟ لاني من كتر ما هي طويلة بتعذب ترجع فيها. يلا يلا. اوه بعت انا وحدة، وات ذا فاك، حسب لي بعت اثنين، كان وحدة اجيب ايه، حسب لي بعت اثنين، لو جايب له 4 كان خلصت. ويكون خلص الفيديو لهون. الشهاد الشهاد سكر، هذا شجر راح اخده بس راح اصوره لفيديو جاي ان شاء الله. تمام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.